السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم إن شاء الله راح نبقاو مكملين مع الحلويات المعسلة، واليوم راني خيرت لكم نوع جديد من المعسلات اللي راح نشوفوه لأول مرة، اللي هو بقلاوة الوردة. طريقة التحضير راح تكون سهلة، وأيضا طريقة التشكيل راح تكون جد مميزة. نتمنى إن شاء الله الوصفة تاع اليوم راح تنال إعجابكم. أما فيما يخص المشاهدين اللي راهم يشاهدوا فينا لأول مرة، نتمنى انضمامكم للقناة بضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس، وأيضا ترك لنا تعليق إذا عجبكم الفيديو. مقادير وصفة اليوم: راح نحتاج 300 غرام من الفارينة أو الدقيق الأبيض، عندنا أيضا 60 غرام خليط سمن وزبدة، قليل من المزهر، 15 غرام من العسيلة أو القطر، حبة بيض، وراح نحتاج أيضا رشات من الملح. نجوزوا الآن نشوفوا طريقة التحضير. راح نبدأ على بركة الله في طريقة التحضير. في الأول لاحظوا معنا الكمية تاع الفارينة شحال عندنا في الكوب، لازم يكون عندكم 3 أكواب معمرين بهذا الشكل. راح نغربل في الأول الفارينة تاعنا، نضيف معها أيضا رشات من الملح، هذا قدر هكذا كافي. دائما نعملوا حفرة في الوسط. راح نحط صفار بيض، وراح نضيف عليه أيضا الكمية تاع العسيلة، يعني حوالي ملعقة، ما تكونش معمرة بزاف. وراح نضيف أيضا الكمية تاع السمن والزبدة اللي يكون دافي. لاحظوا الكمية شحال عندنا في الكوب، هكذا. نضيفوا أيضا كمية من المزهر، وراح نضيف كمية من الماء اللي يكون شوية سخون، لكن كي نقولوا الماء سخون ماشي معناها يغلي، يعني كي نحط صباعي داخل في الماء نقدر نتحمل درجة الحرارة. هكذا نحط كمية من الماء، وراح نخلط كل هذو المقادير في الوسط. العجين اللي لازم تحصل عليه راح يكون طري بزاف، لازم العجين تاعكم يكون طري. هكذا لاحظوا معنا القوام تاع العجين كيفاه، لازم يكون طري، يعني العجين تاعكم لازم يكون طري بزاف. لاحظوا، وراح نبدا مباشرة نعجنوا في العجينة تاعنا. راح نعجنوها حوالي 10 دقائق، يعني لاحظوا العجين تاعنا كيفاش يكون طري. هذا القدر هكذا راه كافي، لان احنا نعاود نغلف على العجين تاعنا، وراح نخلوه جانبا يرتاح حوالي نصف ساعة. في الوقت اللي راه يرتاح فيه العجين نبدا نحضر في الحشو. راح نحتاج 100 غرام من اللوز، اللي ما عندوش اللوز يقدر يستعمل الكاوكاو. راح نحتاج ايضا حوالي نصف كوب من الجوز اللي هو 50 غرام. عندنا ايضا ملعقة فقط من السكر، هذا القدر هكذا راح يكون كافي. نضيف ايضا القليل من القرفة. نخلط هذه المكونات مع بعض في الاول، وراح نضيف ايضا زوج ملاعق من السمن، وراح نكمل نطم الحشو تاعنا باستعمال المزهر. والحشو تاعنا ما نديروهش طري بزاف، يعني غير يتمسك عندنا الحشو نتوقفوا. هكذا لاحظوا معنا القوام تاعو كيفاه يكون، يعني القوام تاعو يكون متمسك. الان راح نعاود نغطيه ونخلوه جانبا. هنا العجين تاعنا راه ارتاحت، حنرش كمية خفيفة فقط تاع الفارينة في الأسفل، وراح نقسم العجينة تاعنا إلى 9 قطع تكون متساوية. هنا راني كملت قسمت العجين، وزن الواحدة راه 60 غرام. راح نبدأ الآن نكور في العجين تاعنا هكذا، نعاود نغطي عليهم، وراح نخلوهم جانبا يرتاحوا حوالي 10 دقائق. هنا العجين تاعنا راه ارتاح، وراح ناخذ قطعة فقط من العجين، راح نعاود نغلفها وراح نحطوها جانبا، هذه راح نحتاجوها في اخر مرحله. الان باستعمال الفارينة او الدقيق الابيض راح نبدا نفتح في العجين تاعنا، بسم الله، وراح نفتحوه على شكل مستطيل. يعني حاولوا انكم تمدوا له الشكل تاع المستطيل، هذا القدر كافي. راح نحطها جانبا، نزيد ايضا بنفس الطريقه نفتح وحده ثانيه، ونبقى دائما نخدم للاعلى وللاسفل فقط هكذا. باه تبقاو محافظين على الشكل تاع المستطيل هكذا. راح نكمل نفتح كامل العجين اللي عندي بهذه الطريقه.
هنا رانا كملنا المرحله الاولى من تحضير العجين. يعني في المرحله الاولى كنا استعملنا فقط الفارينه اللي هو الدقيق الابيض، الان راح نستغنى عليها، ما نزيدش نستعملها، وراح نستعمل فقط المايزينا اللي هي نشاء الذره. في الاول راح نعمل رشه من المايزينا في الاسفل هكذا، ونحطوا اول ورقه، وراح نعمل رشه خفيفه من المايزينا. لاحظوا معنا شويه تاع مايزينا، نمشوها كامل على الورقه هكذا، لكن ما تكثروش المايزينا بزاف، يعني لاحظوا الكميه اللي راني نستعمل فيها. نزيد ايضا الورقه الثانيه، يعني حاولوا دائما انهم يكون عندهم نفس القياس. ونزيد ايضا رشه من المايزينا، وراح نمشيها كامل على السطح. وراح نكمل كامل بقيه الاوراق بنفس الطريقه. وراح نبدا مباشره نفتح في العجين تاعنا للاعلى وللاسفل فقط. بسم الله هكذا، يعني في الاول نمد الطول للعجينه، راح نعطي لها الطول حوالي 45 سنتيمتر. الان نزيد نعرض العجين تاعنا، لكن ما نعرضوهش بزاف، شويه فقط، هذا القدر هكذا راه كافي. بالنسبه للطول تاع العجين عندنا 45 سنتيمتر، على العرض يكون حوالي 25، يعني العرض تاعو 25 سنتيمتر والطول 45 سنتيمتر. نحكم السكين وننزع شويه فقط من الزائد في الاسفل هكذا، وراح نبدا ندور في العجين. بسم الله، دائما نزير في هذه المنطقه اللي هنا مليح، لازم تزيروا هنا العجين جيدا هكذا. نعاود نولي النقطه الاولى ونعاود ايضا نزير، ونبدا ندور كامل في العجين تاعنا. هكذا، وهذه النقطه هنا في الاخير نزيد ايضا ننزع كميه قليله فقط هكذا. راح نعاود نغطي على العجين، وراح نخليه جانبا يرتاح حوالي 15 دقيقه. هنا العجين تاعنا راه ارتاح، وراح نبدا نقسم فيه. بسم الله، في الاول نحي شويه فقط تاع الزائد، وراح نبدا نقسم في قطع لكن ما تكونش عريضه، يعني تكون ضيقه. بسم الله، وحده، يعني لاحظوا السمك تاعها عليكم، يعني ما ديروهاش خشينه بزاف. في الاول راح نبدا نخدم بثلاث قطع فقط، والعجين اللي يبقى نعاود نغلفوه يعني به ما ينشفش، ونحطوه جانبا. نعاود نحكم القطعة الأولى، وهذا الزائد تاع العجين راح نحطه في الأسفل بهذا الشكل هكذا، شوية فقط ماشي بزاف. من بعد براحة اليد نعاود نضغط عليها في الأعلى هكذا، ونعاود نفتحها شوية فقط بالحلال. هذا القدر هكذا كافي، راح نحطها جانبا. نزيد وحدة ثانية بنفس الطريقة، دائما هذا الجزء نحطه في الأسفل ونضغط شوية في الأعلى، ونفتح العجين شويه فقط، يعني ما راحش نفتحو بزاف. واذا راكم تلاحظوا يعني كي خلينا العجين تاعنا طري راه يساعد فينا كي نكونوا نفتحو في العجينه، وايضا العجين تاعنا ما راحش يتكسر. لذلك قلت لكم من المستحسن انه العجين تاعكم يكون طري. بعد ما نحضرهم بهذا الشكل، لو كان الان نحطوا الحشو تاعنا لداخل ونبدا نغلق فيهم، لاحظوا معنا هذو الاوراق راح يعاودوا كامل ينفتحوا ويطيحوا. لذلك اذا تتذكروا في الاول كنت قلت لكم نخلو قطعه من العجين جانبا، ان هذيك القطعه تاع العجين راني فتحتها، لاحظوا معنا، وراح نحكم قالب او قطاعه رقم 8، يعني تقدروا تستعملوا رقم 8 او 80 او رقم 90، ونبدا نقسم في العجين. وراح نحكم بانسو فيه القليل من الماء، ونبدا نمسح كامل على سطح العجين هكذا، لازم تمسحوها كامل مليح بالماء. نعاود الان نقلبوا العجين تاعنا هكذا، يعني الجهه اللي كانت في الاسفل هي اللي حنعاود نلصق فيها العجين هكذا بهذا الشكل، راح نتاكدوا انه الاوراق تاعنا ما راحش ينفتحوا. نعاود نحكم اول وحده ونزيد نفتحها شويه فقط هكذا باه يلصق العجين جيدا، ونعاود نحكم كل وحده ونرققها شويه في الاطراف. لاحظوا يعني هذه اليد راني ندور بها الحلال، وهذه ندور بها العجين،
شويه فقط ماشي بزاف. نعود الان نحكم الحشو تاعنا اللي عملناه كريات وزن الواحده 23 غرام، لكن لاحظوا الحشو تاعكم كيف يكون متماسك، يعني الحشو ما يكونش طري. نحطوا الان الحشو في الوسط ونعاود نمسح بكميه خفيفه فقط تاع الماء للداخل هكذا، يعني ما تكثروش بزاف على الاطراف فقط، ونبدا نرفع في الاطراف بهذا الشكل. اذا شفتوا العجين تاعكم بدا ينحل في الاسفل ما يهمكمش الامر، انتم ركزوا فقط على الجزء العلوي هكذا هكذا. في الاخير نعاود فقط نضغط على هذه المنطقه بهذا الشكل. نعاود وحده ثانيه، دائما نديروا الحشو تاعنا في الوسط كميه خفيفه تاع الماء ونمسحوا كامل على الاطراف، ونعاود فقط نرفع العجين هكذا حتى نطمو كامل العجين. نعاود نضغط عليه في الوسط مره اثنين راح يكون كافي. نعاود نحكم اول وحده كنا خدمناها، راح نحط كيس بلاستيكي في الاول هكذا، من بعد راح نحطها في الوسط بهذا الشكل، يعني نعاود نقلبها ونعاود نحكم فقط الكيس تاعنا هكذا. لاحظوا نقلبها وندورها مره فقط ولا اثنين، يعني ما نزيرهاش بزاف هكذا بهذا الشكل هكذا، راح تعاود تحكم الشكل تاعها. لاحظوا النتيجة تاعها كيفاش تكون، يعني نحكمها بهذا الشكل ونقلبها ونعاود فقط نطم الكيس تاعنا هكذا، نقلبها وندورها مرة ولا اثنين فقط، واحدة اثنين، هذا الشكل هكذا راح يكون كافي. لاحظوا ونعاود نفتحها، يعني كما راكم تلاحظوا الطريقة تاع التشكيل تاعها راح تكون سهلة. بالنسبة لطريقة تاع التزيين، يعني تقدروا تخدموا بالكوبات لكن تخدموا من هذه الجهة، لأنه هذه الجهة حتقطع لكم العجين، خدموا بهذه الجهة، لكن أنا نفضل أني نستعمل الحطبة اللي متعود نخدم بها. وراح نحكم الحبة تاع الحلوة تاعنا ونحكم الحطبة، وراح نقسمها في الأول على اثنين هكذا، نزيد أيضا من الجهة المقابلة، يعني الحبة راني قسمتها على اثنين، الآن كل جزء نزيد نقسمه على اثنين، واحدة اثنين. نزيد ايضا في الناحيه المقابله نقسمها على اثنين. لاحظوا الشكل تاعها كيف يكون. نعاود الان نزيد نضغط عليها لكن شويه فقط، ما نضغطش بزاف هكذا، يعني ماشي حتى يولي يتقطع لكم العجين، لازم تخلوا العجين تاعكم يبقى متماسك. لاحظوا الشكل تاعها كيف يكون. الان راح نكمل نحضر كامل الكميه اللي عندي بهذه الطريقه. هنا بعد ما كملت حضرت كامل البقلاوه تاعنا خليتها جانبا ارتاحت حوالي ساعه ونصف، يعني بعد ما نكملوا نجهزوها بهذا الشكل ما نطيبوهاش مباشره، نخلوها جانبا ترتاح حوالي ساعه ونصف او ساعتين، يعني نخلو العجين تاعنا ينشف شوي ويتماسك. الان حنضيف لها الكميه تاع السمن اللي هي كوب من السمن اللي يكون دافي هكذا، ونحاول نسقيها كامل بالسمن مليح. الآن حندخلها للفرن اللي يكون مسخن مسبقا على الأقل 20 دقيقة في درجة حرارة 170 درجة. راح ندخلها للفرن نخليها في الأول تطيب حوالي نصف ساعة، بعد مرور نصف ساعة نعاود نخرجها ونعاود نضيف لها حوالي نصف كوب من السمن، يعني نعاود نسقيهم كامل بالسمن، من بعد نعاود ندخل الحلوة تاعنا للفرن ونخليها حتى تاخذ لون ذهبي خفيف، يعني حوالي 45 أو 55 دقيقة. هنا بعد مرور حوالي نصف ساعة راح نضيف لها كمية أخرى من السمن. والبقلاوة تاعنا هي سخونة، نبدأ نعسل فيها مباشرة. هنا رانا كملنا حضرنا الوصفة تاع نهار اليوم، شوفوا ما شاء الله النتيجة النهائية اللي الحين تتحصلوا عليها. يعني البقلاوة تاعكم راح تكون كامل مورقة وتكون خفيفة، وكما لاحظتوا الطريقة تاع التشكيل تاعها ماهيش صعيبة، ويقدر أي واحد يحضر هذا النوع. ملاحظة فقط في الأخير، يعني كي تكونوا تعسلوا في البقلاوة عملوا لها ثقب هنا في الوسط باش تشرب لكم العسل بسرعة. بقات آخر نقطة إن شاء الله راح نقسموا وحدة وراح نشوفوا القوام كيف هيكون. يعني شوفوا ما شاء الله البقلاوة تاعنا كيف تكون كامل مورقة، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني لاحظوا راهي تذوب وحدها بسم الله، شوفوا الله يبارك، وشوفوا كيفاش تكون كامل معسله لداخل.
هذه هي النتيجة النهائية الوصفة عن نهار اليوم. نتمنى إن شاء الله أن تكون نالت إعجابكم، ونتمنى أيضا أنكم تجربوها. وإلى الملتقى في وصفة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.